شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بميدان قلعة الشرطة طابور العرض الذي أقيم بمناسبة يوم الشرطة البحريني، والذي يوافق 14 من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور سعادة نائب وزير الداخلية ومعالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وسعادة المفتش العام ورئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية. بعدها تفقد معالي الوزير طابور العرض. طابور الأمن العام جاهز للتفتيش. سيد وبهذه المناسبة ألقى معالي وزير الداخلية كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرفني ببالغ الفخر والاعتزاز أن أرفع باسمنا جميعا منتسبي وزارة الداخلية إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 ديسمبر، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 45 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 17 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، كما أبارك إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ويطيب لي في هذا اليوم 14 من شهر ديسمبر الذي نحتفل فيه بيوم شرطة البحرين أن أعرب عن خالص فخري وتقديري بجهودكم المشكورة على الدوام، مؤكداً بأن ما قمتم به من أعمال مخلصة في كل وقت وفي كل موقع، وما قدمتموه من تضحيات جسام إنما يؤكد حقيقة واحدة، وهي أننا مصممون على تحقيق الأمن في هذا البلد وإرساء عدالة القانون مهما كلفنا ذلك. وهذه مهمة وطنية
ينجزها من تحلوا بالإيمان بالله والولاء لمليكهم والتفاني في سبيل وطنهم من أجل أن يسود الأمن وينعم الناس بالاستقرار والطمأنينة. واسمحوا لي أيها الأخوة أن أهنئ البحرين بكم وأهنئ أهلكم بما لمسته فيكم من معاني الرجولة والفداء، فلم تكن دروع الأمن تلك التي تحملونها في أيديكم، ولكن ما تحملونه في صدوركم من إيمان وإخلاص وولاء وانتماء. وإن مهمتنا الأمنية الشريفة هي لمن أراد أن يكون في الطليعة وفي مقدمة الصف الوطني حفاظاً على أمن البلد، ولمن وجد في نفسه النزاهة والأمانة والثبات على الحق والتحلي بالانضباط. فمن لا يضبط نفسه لا يمكن أن يضبط الآخرين. واعلموا أيها الأخوة بأن المؤسسات الأمنية في أي مكان فهي مستهدفة من عديمي الضمائر، ولكن لن نسمح بذلك أو بأن يكون بيننا من هو متخاذل أو متردد أو فاسد. فقد كان لتاريخ شرطة البحرين محطات مضيئة في العمل الوطني وما زالت ماثلة في الذكرى والوجدان، وظلت على الدوام المثال والقدوة بفضل من تشرفوا بالخدمة فيها من جيل الرواد ومن تبعهم في العمل في سلك الشرطة. أيها الأخوة الأعزاء، إننا نسعى إلى إشاعة الأمن والطمأنينة في نفوس الناس، وليس بخاف علينا بأن طريق الأمن هي طريق التحديات، خصوصاً في ظل ما تمر به المنطقة من تداعيات أمنية غير عادية. فهناك مناطق غابت عنها سلطة القانون، وأصبحت الجريمة العابرة للحدود أكثر تعقيداً وتأثيراً. ناهيك عن الأفكار المتطرفة والاتصالات المتعددة والفعالة والأموال المسخرة وما نتج عن ذلك من انتشار للجرائم الإرهابية الخطيرة، ولكن وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى فإن ثقتنا كبيرة في شهامة الرجال الذين عرفتهم وعرفتهم البحرين الكرام المضحين بأعمارهم من أجل أمن بلدهم وبما نحظى به من تنسيق وتعاون وثيق مع إخواننا في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني. وبفضل الإسناد الوطني اللامحدود من قبل المحبين المخلصين لهذا البلد من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى عمقنا الأمني الخليجي وتعاوننا مع الأشقاء بدول مجلس التعاون والدول العربية، وكذلك تعاوننا الأمني مع الأصدقاء وحلفائنا العالميين. وفي هذا المقام فإني أدعو بالرحمة لشهداء الواجب الأبرار الذين قدموا أرواحهم الغالية في سبيل الوطن، وللمصابين بالشفاء العاجل. ووفاءً لتضحياتهم سيظلون على الدوام موضع التقدير في يوم تكريم الشهداء في 17 من هذا الشهر، حيث سجلت شرطة البحرين أسماء خالدة على طريق الشهادة، وإن أبناء الشهداء وذويهم موضع العناية والرعاية، فهم أمانتنا ومن حقهم علينا أن يعيشوا على هذه الأرض كرماء أعزاء. سائلاً العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كما تم تكريم عدد من الضباط وضباط الصف والذين تميزوا بالإخلاص والتفاني والإسهاماتهم الفعالة في مجال عملهم، حيث تم منحهم أنواطا تقديرا لعطائهم وتفانيهم في أداء الواجب. بعد ذلك قامت فصائل الطابور بالمرور أمام المنصة وأداء تحية.
بعدها تم تقديم استعراض ميداني للمهارات العملية أظهر كفاءة وانضباط العناصر المشاركة وقدراً عالياً من دقة الأداء المتميز وما يتمتعون به من جاهزية وكفاءة ميدانية واستعداد لأداء الواجبات. هذا ويأتي الاحتفال بمناسبة يوم شرطة البحرين تقديراً لجهود رجال الأمن الأوفياء في تأدية مهامهم وحفظ الأمن في ربوع المملكة، وذلك من خلال تفعيل كل إمكاناتها المتطورة. كل رجالات البحرين الأوفياء ممن علت على سواعدهم مملكة البحرين وتألقت منفردة تبرز من قلب بحر العروبة، رسموها لؤلؤة آمنة بشعبها مستندة على همم رجال أمنها البواسل في كل الميادين، فلا عز للأوطان بلا أمن واستقرار يأتي به حملة هذا الشعار. فها هي المملكة كعادتها كل عام بعزم قائدها ذو الحنكة والإصرار تحتفل بيوم الشرطة الذي يصادف 14 من شهر ديسمبر يوماً بهيجاً يشارك به كل من سهرت أعين رجالها ليهجع في بيته بين أسرته آمناً مطمئناً لا يجير ولا يجار. فقد كان ولا زال رجال الأمن في وزارة الداخلية السد المنيع الأول لوطنهم، الحامين لبلادهم والبارين لأرضها منذ أن أسست الملامح الأولى في عشرينيات القرن الماضي، إلى أن طالت الإنجازات وسطرت على هامات أرست دعائم التطور والازدهار في أجهزة الأمن ببرها وجوها وبحرها، غرست بخبرة وحنكة بين جذور النخيل وتعالت معها شامخة تجوب هيبتها فوق الغيوم. فاليوم يومهم والعيد بهم وإليهم، فمجالات الأمن في مملكة البحرين توسعت وطالت أرجاء الوطن كافة في كل المجالات بقيادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بأعلى درجات الانضباط والشفافية بالتوازن بين مسؤولياتهم التي يؤدونها بكل كفاءة عالية لحفظ الأمن والاستقرار ومراعاة المعايير الحقوقية وسيادة القانون. فقد أثبت رجال الأمن البواسل احترافيتهم بالعمل وحسهم بالمواطنة المسؤولة من خلال تعاملهم مع أعمال العنف والإرهاب وردع أي محاولات للخروج على القانون أو زعزعة أمن كل من يعيش على هذه الأرض. فبتنوع إدارات الأمن التابعة للوزارة بين الأمن العام والمرور والجمارك وخفر السواحل والأمن الإلكتروني والاقتصادي وغيرها، باتت الوزارة مثالاً يحتذى به في تطبيق الأمن بأعلى المستويات وبتعامل راق يصون كرامة وحقوق المواطنين، وذلك من خلال انفتاحها على أجهزة الأمن وتعاونها مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات والمهارات التي من شأنها رفع كفاءة وتطور جميع منتسبيها. فيوم الشرطة حماة الوطن يعيد الذاكرة إلى التاريخ المشرف لهؤلاء البواسل في تأمين الجبهة الداخلية للوطن وبث الأمن والطمأنينة في كافة أرجاء المملكة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.